70 عراقيا يحملون جنسيات مختلفة عادوا من مختلف بقاع الأرض إلى العاصمة الأردنية عمان لإحياء ذكريات تمتد جذورها إلى سبعينيات القرن الماضي. إنهم أساتذة وطلبة سابقون في مدرسة الموسيقى والبالية ببغداد، عادوا لتوجيه الأنظار إلى مدرستهم التي عانت الكثير لسنوات طويلة، ولحث الجهات المعنية بالأمر لتقديم الدعم اللازم لهم لإعادة الحياة إلى صفوف هذه المدرسة التي تفتقر إلى قلة الدعم المادي والمعنوي الذي يساهم في ديمومتها. ترى أني ما دا أقدر أتمالك نفسي، لأن واقف أني أمام ناس كانوا قبل أطفال. أحيانا أني شفت ناس هسه أني شايلهم تشوف، بس أتمنى أني هذه النجوم اللي حولي هي راح تبني وتسوي المدرسة مرة ثانية، والمدرسة تاريخ تسجل بالعراق، وهذا التاريخ يجب أنه ما أقول يعاد، بس يجب أن يتغذى ويطعم. والله الصور هي تردت صح لو غلط، تتمنى تبقى كما هي وتتطور، بس مع الأسف يعني. ذكريات عديدة أعادتها مقاطع مصورة تم عرضها خلال الحفل تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، أطربت الحاضرين وأنعشت ذاكرتهم بعد فراقهم لمدرستهم والذي قارب 30 عاما، بعد هجرة الكثير منهم خارج البلاد والمضي في دوامة الحياة. أنا عندي فكرة أنه إقامة جمعية لخريجي مدرسة موسيقى والبالية. الجمعية هذه على الأقل الهدف من عندها من تأسيس هذه الجمعية أنه ما تكون مقيدة بروتين اللي موجود بالوزارة أو بالروتين اللي موجود بدوائر الدولة حتى ننهض بالموضوع. هذا من جانب، من جانب ثاني حتى نقدر نتصل بمنظمات ومؤسسات موسيقية حول العالم يعني موجودين، ممكن نحصل من عندهم دعم سواء يكون مادي أو معنوي. بعد ما احنا طلعنا من المدرسة ما عرفوا يحافظون على هذا الشيء الحلو، علما انه البناء هو هواية أصعب من التهديم، so that's why it was easy for them انه هدموا هذا الشيء، فعلى أمل انه احنا نقدر نعيد لها شوية من رونقها وشوية من الرقي اللي كانت بي. طلبة هذه المدرسة الذين عادوا مع أولادهم إلى العاصمة الأردنية قدموا مقاطع موسيقية عدة أثارت شجون الحاضرين قبل أن يختتموا الحفل بنشيد المدرسة الذين اعتادوا على إلقائه في ساحات المدرسة قبل 30 عاما من يومنا هذا. يأمل الحاضرون ومن خلال هذا النشاط الثقافي إعادة الحياة لمدرسة عانت من إهمال مادي ومعنوي لسنوات طويلة، الهدف منه تشجيع أطراف عدة على دعمها للنهوض بها في المستقبل القريب. حيدر العبدلي، الحرة، عمان.